أول شيء إحنا سويناه تم تشكيل فريق عمل قبل حتى أول إصابة صارت في البحرين. أول ما تبادر إلى ذهننا أن هاي الموضوع صحي، والموضوع الصحي راح يأثر تلقائيا على الاقتصاد يمكن بصورة أقل. في ذيك اللحظة ما حد كان أعتقد أنه هو يحس أن الخطر أكبر، الخطر داهم على الاقتصاد. اشتغلنا على هاي الموضوع، عملنا استبيان. اليوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل تقريبا 95% إلى 96% في البحرين. أول دولة ترى لعلمك، أول دولة في الخليج خذت هاي المبادرات. كل الدول الخليجية تموا يأخذون بتقاريرنا، وكانوا يبون يعرفون بالضبط شنو اللي سوينا. فبالتالي احنا نعتقد ان احنا يعني خدنا زمام المبادره. منظمه العمل الدوليه تقول ان في احتمال ان نفقد 200 مليون عامل عملهم كليا، وقد يصل التاثير الى يعني الى تقريبا 81% من العماله العالميه تاثر بصوره غير مباشره. الفنادق والمطاعم، احصائيات هيئه التامين الاجتماعي تقول ان في هذا القطاع ما يزيد على 35,000 عامل ما بين بحرين واجنبي، في حدود 1500 عامل. احنا محتاجين نشوف القطاعات اللي بالفعل ممكن تتاثر. المؤشرات العامه تقول لنا ان قطاعات الخدمات هي اللي بتتاثر بصوره مباشره، والقطاعات الصغيره. شنو خطتنا احنا لانقاذ هذه القطاعات؟ الازمه ليست محليه، عالميه، والبحرين اقتصادها مفتوح يتأثر بشكل طبيعي باقتصاديات العالم، وإذا تأثر هو الأزمة أثرت على الاقتصاد الوطني، فمن الطبيعي أن تتأثر حجم وعدد الوظائف المعروضة. هناك أيضا قطاعات، خلينا نقول المستفيدين من الأزمة، في قطاعات نشطت عندها التوظيف في الفترة الحالية. البحرينيين يعملون في 10,000 منشأة في القطاع الخاص. إن العمالة الوطنية الحكومة تراقب، تقيم رصد يومي لك جميع مؤشرات سوق العمل، تستقل معلومات، تتعاون مع غرفة التجارة. 30% من أصحاب الأعمال يتوقعون تسريح أكثر من 20% من موظفيهم خلال الفترة القادمة. 39% من أصحاب الأعمال اللي هم من 1183 يتوقعون تسريح أكثر من 20% من موظفيهم خلال الفترة المقبلة. نحن نؤمن بالمساواة ما بين الناس جميعا، وحق العمل حق، لكن بعد أيضا نؤمن بالحق الدستوري اللي كفله الدستور مملكة البحرين إلى المواطن، بل هو واجب على المواطن أن يعمل، وبذلك بيكون حق واجب فهو الأولوية في العمل. نحن معنيين تأمين لقمة العيش الكريمة عن طريق العمل إلى المواطن البحريني. بالفعل هناك في عمليات فصل، هناك في عمليات، لكن ما يؤشر إلى حقيقة هو عمليات الإندارات اللي ستبدأ، واللي عديد من الشركات ابتدت تعطيها العاملين بداية من 1/6 ومن 1/7. صاحب العمل يقدر يفصله في أي لحظة، ماكسيموم يعطي تعويض وكل أنت من كفاءة وعدنا فيه. وبالفعل ومع الأسف أن شركات وطنية كبرى ابتدت تفصل عمالة بحرينية بحجة أنهم غير كفاءة، رغم أنهم مشتغلين 20 سنة. قانون العمل صدر في 2012 كان، أو خلنا نقول، لم يحتوي على مادة أولوية أجنبي قبل البحريني في التسريح، ولكن صدر تعديل قانوني في 2015، قانون رقم 37 لسنة 2015، بتعديل المادة 110 من قانون العمل في القطاع الأهلي، ألزم صاحب العمل بعدم تسريح البحريني قبل الأجنبي. أنا أقول لك إن إحنا من جانب مو فقط بس كل شيء انقطع الحكومة، المؤسسات في عندها دور. ما أعتقد إن في عذر إن واحد يمشي واحد مواطن. فترة الدلع هذه راحت، موضوع ان انا اترك مؤسستي وعشرين الف مؤسسة تبيني راح. ترى الاشهر اللي مرينا فيها قاعد يصير تغيير في شكل الاقتصاد الوطني، يعني اذا تلاحظ عالية عمل المنشآت، عالية عمل الحكومة نفسها، كل شيء قاعد يتأثر ويتغير. فالمرحلة الجاية راح يعني طبعا في حزم اوريدي موجودة، دعم الاجور موجودة بالنسبة للبحريني، طبعا لربما فرص العمل صارت أقل، ولكن في مجموعة من الإجراءات راح تصير راح تحفز. لما كانت عندنا سياسة بالفعل حقيقية إلى إيجاد حركة تصنيع وما إلى ذلك، استطاع البحريني أن توجيه أنت شلون توجه اقتصادك. الإنسان البحريني
لما وجدت السياسات التعليمية والتدريبية والتشغيل وما ذلك الصحيحة استطاع أن يثبت وشال البحرين في الستينات والسبعينات وما قبل النفط وحب النفط وهذا. لكن لما وجه الاقتصاد بطريقة عدنا عليها بعض فنقاط القوة اللي احنا اهتمنا عليها منظومة الحماية الاجتماعية احنا على أساس نتخطى هذه رحنا إلى صندوق التعطل رحنا إلى تمكين رحنا إلى الضمان الاجتماعي أي ما بمعنى هذه المنظومة هي اللي استطاعت أن تشيل عبء كبير من هذا. زين احنا من ضمن الحلول الأساسية أن هذه المنظومة يجب نحافظ عليها. كل 10 سنوات تصير أزمة لازم نكون أصحاب مبادرة لازم نكون استباقيين في عمل الدراسات. السلسلة راح تستمر يعني عملنا الحلقة الثالثة الآن راح نعمل الحلقة الرابعة وراح نبني على اللي حققناه قبل ونحاول نوجد مخرجات جديدة فبالتالي العملية هي مستمرة.